مفيش شك انه في اهتمام كبير جدا بالمشروعات الخدميه والتنمويه في كل محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الحدوديه. الحقيقه اللي كانت بتعاني من غياب للتنميه لعقود طويله زي مثلا محافظه مطروح. هذه المحافظه شهدت منذ عام 2014 ولحد دلوقتي طفره كبيره جدا في كل القطاعات وفي كل المجالات. ده انعكس على توفير فرص عمل كتيره جدا لابناء المحافظه. هذا الشغل اللي تم في هذه المحافظه الهدف منه أو استهدف هو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة اللي موجودة في المحافظة، سواء بقى على المستويات الاستثمارية أو السياحية أو حتى المستويات التنموية. الهدف من ده إيه؟ تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة يا جمال. صحيح يا شاذلي، يمكن كمان إحنا بنتكلم على محافظة مطروح، هي من أكبر محافظات الجمهورية، تحديدا تاني أكبر محافظة. والحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم على كل قطاعات التنمية، المشروعات اللي اتعملت في مطروح تقريبا غطت كل القطاعات، على سبيل المثال طرق، كباري، نقل، كهرباء، انفاق، بنيه تحتيه. ده كان ايه الهدف منه؟ كان الهدف منه تحسين جوده الخدمات اللي بتقدم للاهالي، وده اللي حصل بالفعل. خليني اقول لحضراتكم انه الخطه الاستثماريه اللي اتعملت في مطروح في سنه واحده اللي هي 2020-2021 كانت قيمتها 13 مليار و300 مليون جنيه. طيب تكلفة المشروعات في الطرق والكباري خلال الفترة من 2014 لحد 2021 حوالي 6 مليار و200 مليون جنيه، ده غير انه تم انشاء 1700 وحدة اسكان اجتماعي وتحديدا 1740 بقيمة 380 مليون جنيه. خلينا نضيف على ده كمان مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي اللي تكلفت حوالي 2 مليار جنيه. كل ده بكل تأكيد كان ليه فرق كبير جدا مع الاهالي، عمل نقله كبيره جدا في حياتهم. واحنا بنتكلم دايما سياده الرئيس يا شاذلي كان بيتكلم فكره جوده الحياه، مش فكره ان تكون الخدمات موجوده وخلاص، لازم تقدم بجوده معينه تليق بالمواطن المصري. بكل تاكيد، ولما نيجي نقسم المشروعات هنلاقي ان في مشروعات خدميه وفي مشروعات تنمويه. الاهتمام لم يكن فقط بالمشروعات الخدميه اللي اتعملت في المحافظه، كمان في مشروعات تنمويه وكان ليها نصيب كبير جدا محافظة مطروح من هذه المشروعات. عندك مثلا افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب البلاد، تحديدا في مدينة النجيلة. الميناء ده في منطقة لوجستية بمساحة تقدر ب 300 فدان، ده طبعا بجانب مصانع بقى للدواجن والاستثمار السمكي وغيره. ده غير المشروعات المهمة جدا اللي اتعملت لتنمية الساحل الشمالي الغربي من أول بقى العلمين لحد ما نوصل لحد السلوم. صحيح يا شاذلي، ما ينفعش كمان كل المشروعات دي تقدم وتحسن ونتجهش كمان لقطاع التعليم. مشروعات التعليم كان ليها نصيب كبير جدا الحقيقة من التطوير والتنمية، يعني تم إنشاء حوالي 25 مدرسة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، ده غير إحلال ورفع كفاءة 10 مدارس، ده بجانب طبعا مدرسة الضبعة الفنية اللي تكلفت 42 مليون جنيه وإنشاء 10 كليات في جامعة اسكندرية فرع مطروح. كل دي مشروعات مهمة جدا استفاد منها أهالينا في مطروح، وقدرت إنها تحقق طفرة حقيقية وتسيب أثر حقيقي في حياتهم بعد فترة طويلة خلينا نقول من النسيان. وإحنا بنتكلم على تاني أكبر محافظة يا شاذلي، ده كمان هي تاني أكبر محافظة مش بس من حيث المساحة لكن كمان من حيث الموارد اللي موجودة فيها، كانت موارد زراعية معدنية، حتى يمكن الموقع الجغرافي ليها، الطاقات البشرية اللي موجودة فيها. كل المشروعات دي الحقيقة هي كانت مشروعات ضرورية، ويمكن احنا في وقت بسيط جدا اللي احنا بنتكلم فيه من 2014 ده وقت مش كبير جدا عشان نشوف الفرق اللي حاصل في محافظة مطروح. حتى يعني مش هنتكلم بس على كمان مدينة مرسى مطروح تحديدا اللي هي عاصمة محافظة مطروح، نتكلم على كل المدن الموجودة في محافظة مطروح. هي يمكن مشروعات كبيرة جدا يا شاذلي شفنا اثرها، واحنا بنتكلم في وقت السنين ده في عمر الاوطان ولا شيء، يعني ده عدد قليل جدا من السنين. بكل تأكيد، وزي ما اتكلمنا وأجملنا مجموعة من المشروعات اللي ذكرناها في البداية، مشروعات في كل المجالات وفي كل القطاعات، في مشروعات بدأنا فيها وانتهينا منها بالفعل، في مشروعات لسه شغالين فيها، وده مش في محافظة مطروح فقط. وإن كنا دلوقتي نذكر مثلا محافظة واحدة من المحافظات الحدودية، لكن احنا وصلنا بالفعل قطار التنمية زي ما بنقول كده وصل لكل محافظة من محافظات الجمهورية. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.